ربما حباً بالأرقام المميزة في إعلانها، غاب عن حساب وزارة الداخلية مرشحتان، فبدلاً من 113 مرشحة كان الرقم 111 مرشحة، لكن أخطاء الوزارة لم تقتصر على هذه العملية الحسابية فقط، فموقع الوزارة نفسه يظهر حجم الأخطاء. فمثلاً الفرق بين عدد المنتخبين الوارد في جداول النتائج التفصيلية وعدد المنتخبين المدرجين في لوائح الشطب بحسب الوزارة عينها والذين وزعتهم قبل شهر من الانتخابات وصل إلى أكثر من 500,000 منتخب. بالنسبة للأخطاء المفاجئة واللي هي مفترض بديهية لوزارة هالقد صرفت مصاري وعملت برامج للفرز وقت عملت جداول النتائج اللي منشورين وبعدهم لليوم منشورين زيد 500,000، وهذا خطأ تقني ببين عن ضعف وبيروح الثقة. ولم تكتفي الداخلية بخطأ شكلي كهذا، بل ارتكبت خطأ فادحا في آلية جمع النتائج وتوزيع المقاعد النيابية، حيث وفي إعادة احتساب الحاصل الانتخابي استثنيت أصوات اللوائح الملغاة فقط من دون أن تلغى الأوراق البيضاء، كما جرى إخفال الأوراق التي صوتت للوائح من دون أصوات تفضيلية للمرشحين، خطأان يغيران النتيجة الانتخابية. فرضا أنه أوراق بيضاء كان فيه 10,000 أو 20,000 بيعطوهم مقعدين، كيف أكثر خطورة وقت حصلوا الصوت التفضيلي بالقضاء قاموا قرروا يحتسبوه على النسبة المئوية للناس يلي اقترعوا، يعني الأصوات المعول عليها المعتبرة بالدائرة الصغرى، قاموا ألغوا منهم يلي مصوت لائحة بدون مرشح، ما لهمش احتمال كثير يكون في عنا شيء عدد كبير ناجحين وهن مسقطينهم، كثير احتمال كبير. ربما نجح وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصفية حساباته الانتخابية، لكن وزارته رسبت في امتحان الحساب. ليال بوموسى، قناة الجديد.